أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أفبهذا الحديث أنتم
أولئك على هدى من ربهم الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فَوَيْلٌ
ملك الناس إله الناس قل قل أعوذ برب